الديف خاصة المصور وقعت الميدان من طرف الطرفان معنا الفريقان معنا لدان يرجعون في هذه اللحظات إلى أرضية الميدان ونتمنى نستمتع وأن نتابع لقاء يرقى لحضراتكم مشاهدينا من خلال فريقي الفتح الرباطي وفريق يوسف برشيد دخول رسمي أيضا للطاقم التحكيمي الذي يدير هذه المواجهة بقيادة سليمان العاطفي. مجموعة من الأمور تأخذ نفسها وحضورها ودورها في مباراة اليوم وانطباع اللي نتمنى أن الجمهور الكريم أنه يستفد من خلاله في مقابلة بين الفتح الرباطي وفريق يوسف برشيد. نذكر بأن الفيوس اتحاد الفتح الرياضي الرباطي طموحاته كبيرة اليوم لتحقيق مرتبة هو في الرتبة 11 ست مباريات خدها انتصار وحيد 3 تعادلات وهزيمتين 2 طموحاته كبيرة لأن يعانق انتصار ثاني. نفس الأمر بالنسبة لفريق يوسف برشيد الذي هو الآخر لديه انتصار وحيد 4 تعادلات وهزيمة وحيدة. يوسف برشيد إشارة والفريق الذي يأتي في المركز الثاني بعد رجاء رياضي اللي ما عنده 0 هزيمة يوسفية برشيد هزيمة وحيدة فقط يأتي في المركز الثاني كما قلت منصفة مع اتحاد طنجة نظرية بركانية وهذه كلها فرق تلقت هزيمة واحدة. تشكيلة فريق الفتح الرباطي في مواجهة اليوم كما نتابع على الشاشة يدخل لهذه المباراة ولهذه المقابلة فريق الفتح الرباطي بالأسماء الرسمية الآتية: محمد أبسيف رقم 1، رقم 3 أنس باش، 5 يوسف لموري، 6 أمين لواني، 7 رضا جعدي، 11 نوفل الزرهوني، 20 ياسين الجريسي، 22 المهدي الباسل، 25 كريم بن عريف، 27 ياسين أيت الخرصة، 28 أنيس سالتو. ودي التشكيلة الأساسية لفريق الفتح الرباطي الطاقم التحكيمي بقيادة الحكم سليمان العاطفي، المساعد الأول مولي يحيى والمساعد الثاني أدم الشجيع. بالنسبة للحكم الرابع فهو محمد بلوط، الفار والتقنية المساعدة للحكام كريم صبري، والمساعد للفار فهنالك شعيب عبد العالي. هذه إذن إطلالة على تشكيلة فريق يوسفية برشيد الذي يدخل لهذه المباراة بالأسماء الآتية: رقم 22 محمد بوشاد في حراسة المرمى، 2 يوسف شينا اللاعب السريع، 4 مراد كعواش، 6 أشرف الإدريسي، 7 سعيد جرادا، 13 منير مقنية، رقم 15 عبد الخالق أيتو رحبي، 19 عزيز النخلي، 29 باتريك أونري كادو، ورقم 33 أشرف حميدو، 50 عتيق شهاب. والأونترينور المدرب للفتح الرباطي مصطفى الخلفي اللي نشوفه في الصورة اللي طموحاته كبيرة، وفي الجهة الأخرى هنالك عبد الرحيم نجار اللي يطمح اليوم لأن يقود اليوسفية يوسفية برشيد إلى تحقيق نتيجة مرضية خارج قواعده فيما الفتح الرباطي الفيس اتحاد الفتح الرباطي فطموحاته كبيرة لأن يستغل مباراة داخل القواعد وأن يحقق المطلوب ويحقق الانطلاقة. الصافرة تأتي في هذه اللحظات وننطلق وإياكم ونغوص وإياكم في غمار الدوري المغربي الاحترافي انوي والانطلاقة مع بداية هذه المواجهة من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي اللي لعبوا بالقمصان البيضاء واللي نشوفهم يلعبوا من اليمين الى يسار. السلام مشاهدين، هذه محاولة وكرة ملعوبة الأولى ولكن هنالك تغطية الدفاع الذي يبدو أنه يختبر مع انطلاقة تفاصيل هذه المباراة، اختبار الدفاع وأيضا قدرات اللاعبين وكيفية التعامل في لقاء اليوم، كلها أمور سنعيشها وسنشوف وسنرى جيدا من بإمكانه أن يكون الأفضل وأن يكون الأحسن على مستوى التعامل مع رقعة الميدان. من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي سعيد الخرصة ينقل هذه الكرة أمامية ومحاولة المرور مطالبة بلمسة يد والقرار من جانب الحكم ما يقول في آخر المطاف، هنالك لمسة يد على ما يبدو. العودة للقطة الماضية والمحاولة الماضية يعني الدقائق الأولى من عمر المواجهة، البحث في أولى اللحظات، الاندفاع نحو الأمام والرغبة الجامحة من أجل التسجيل، كل أمور سنشاهدها في مواجهة اليوم وفي لقاء اليوم اللي نتمناه شخصيا وأن المباراة تكون متحركة وتكون فيها أهداف تكون فيها إثارة ويكون فيها تشويق ويكون فيها أيضا عزيمة لتحقيق الغاية المرجوة وهي هز الشباك في هذه المباراة. نذكر بأن يوسف برشيد الرتبة الثامنة، الفريق الذي
يبقى باحثا لتحقيق اهداف، عنده هدفين فقط لحد الساعه بعد مرور 6 مباريات، هدفين فقط ودخلت شباكه 3 اهداف. ونشاهد هذه المحاوله وهذه ضربه خطا كريم من عريف، يرفع كره داخل منطقه الجزاء ومباشره الى خارج رقعه الميدان، لم تقدم الجديد حتى هذه اللحظه. كريم بن عريف هذا العناصر المعول عليه ايضا في الكرات الثابته، يذكرنا بعاصلان بن جلون، يذكرنا بالنهيري اللي كان في الفيس ايام النهيري رفقه الاتحاد الفتح الرباطي والتصويبات المباشره، ذكرنا مجموعه من النجوم اللي مرات في صفوف فريق الفتح الرباطي. عبد الرحيم نجار واخيرا يظهر في الصوره الاسم الذي يطمح كما قلت لان تكون مباراه اليوم مباراه من اجل تحقيق انتصار مهم، على اعتبار انه عانق 4 تعادلات وهزيمه واحده وانتصار وحيد. كره ملعوبه من الجريسي على الجهه اليسرى، الاختبار سيكون مهم جدا للقدره الدفاعيه لفريق يوسف البرشير في الدقائق الاولى، وثلاثه ديال اللاعبين ما استطاعوش انهم يزيحوا كره بامكانها ان تكون مؤثره بشكل كبير لولا خروج الكره في اخر المطاف الى خارج رقعة الميدان. والاندفاع كان مهم من انيس سالتو اللي مشى بالجهه اليسرى، دولي الليبي اللي حاول امام ثلاثه ديال اللاعبين انه ينسل ويمر، وهذه اشاره غير مطمئنه لدفاع فريق يوسف الرشيد مع انطلاقه هذه المباراه من الجهه اليمنى، تعطي انيس سالتو نوعا ما الجرأة المعنويه على مستوى الانطلاقه الهجوميه في عناصر فريق يوسف الرشيد. الان المحاوله للتعامل بواقعيه مع مجريات اللقاء والانطلاقة بكرة كرة ذاك ما سنشاهد. كرة ملعوبة من جديد لسعد خرصة، التحضير وبناء العملية الهجومية الآن من الجهة اليسرى، أمين اللواني يغير تماما في اتجاه رضا الجعدي. رضا الجعدي محاولة بناء العملية الهجومية من المادي الباسل كابتن وعميد فريق الفتح الرباطي في هذه المباراة، محاولة المرور الاخذ والرد كريم بن عريف والجريسي ياسر الجريسي، ياسين اللاعب اللي عنده امكانيات جيده وعنده طموحات كبيره. نشوف هنا كره ملعوبه على مستوى خط الامامي مباشره في اتجاه التماس، تماس لصالح عناصر فريق الفتح الرباطي، ايقاع المقابلة نتمنوا انه يرتفع بعض الشيء ونشوفوا الحماس كبير يذب في نفوس اللاعبين ويقدموا الجديد خاصه على مستوى الخطوط الاماميه. رجاء ممتاز على مستوى المراوغه، حافظ على كورتو، احد الاسماء التي دعمت المنتخب الوطني المغربي المحلي الفائز والمتوج باللقب. كره ممتازه بن عريف في ذهنه انها عمليه التمرير، لكن كورتو جات مباشره صوب الحارس حارس مرمى يوسف البرشيد محمد بوجاد. نشوفوا هنا الطريقة على مستوى الانزال، كرة ملعومة عالية من ياسر الجارسي ومباشرة للاعب كريم بن عريف اللي حاول انه يمرر فيما كورتو شات مباشرة عند الحارس. تغيير كلي للباسل، الباسل صار وجه في العديد من الاندية ابرزها الشيش الملكي وايضا المغرب الرياضي الفاسي الذي توج معه بلقب مهم جدا على مستوى المنافسة الافريقية كاس الاتحاد الافريقي امام النادي الافريقي في مباراة الملحمة الكبيرة للقلعة الصفراء تغزو القارة الصفراء. اتذكر الشعار جيدا اللي كان من خلاله الهدف اللي جاء من الضربة الترجيحية الاخيرة لانس زنيتي حينها. كرة ممتازة راسية ومحاولة مباشرة الى خارج رقعة الميدان، المحاولة الان الحكم يقول انها زاوية لعناصر فريق الفتح الرباطي، تروح بحوار مع عتيق شياب والاستعداد لرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء بامكانها ان تشكل خطورة بالشكل المطلوب. سنتابع كرة في الزاوية، محاولة من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي، الرغبة من اجل رفع الكرة داخل منطقة الجزاء. رياض الجعدي يستعين لرفع هذه الكرة، تنافى داخل منطقة الجزاء، محاولة ممتازة وخروج الحارس، إمكانية التصويب، ولولو العريضة، جول! هدف أول، هدف أول، الإصرار والإلحاح من أجل وضع الكرة في الشباك، الإصرار والإلحاح من أجل وضع الكرة في الشباك، وهذا كما تم من خلال العملية الهجومية الماضية. نعم، انطلقت الكرة من الزاوية، رفع الكرة الكائن بشكل ممتاز، ثم لمست العارضة الأفقية لم تشاء تدخل في الوالة الأولى من خلال
هذه الكرة من المهدي الباسل عادت ثم راسية من جانب سعد أيت الخرصة. نعم هو سعد هو أيت الخرصة من وضعها بالرأس. هذه المحاولة الأولى إخراج من جانب الحارس ثم المهدي الباسل أصر أن يلامس هذه الكرة بهذه الطريقة البلوانية مشيت للعارضة الأفقية وبعد ذلك تعود لتكون هدف أول من جانب عناصر فريق الفتح رباط راسية. سعد أيت الخرصة يضع في الشباك 1-0 للفيس 1-0 للفتح رباطي على حساب الكايبي فريق يوسف يتبرشي دولة حريز. نعم 1-0 هذه البداية ولكن سنتابع ردة الفعل وما حدث من خلال هذه اللقطة الهجومية. إذن الحكم انتظر الإشارة من غرفة الفار ما إن كان العملية الهجومية والهدف الماضي شابته أخطاء على مستوى البناء الهجومي. كرة منعوبة من جديد ضغط للفتح الرباط مستمر نوفل تصويبة ولكن مباشرة إلى خارج رقعة الميدان بداية قوية نوفل الزرهوني. نوفل اللي لعب الكرة للجهة اليمنى وصوب ولكن مباشرة إلى خارج رقعة الميدان. قلت أن دفاع فريق يوسف برشيف ثلاثة لاعبين ما تمكنوش من إبعاد الكرة كأنه أعطى إشارات أنه خلال على مستوى التغطية ولكن هذه الكرة الماضية هي كرة واحدة من الكرات اللي ممكن أنه يدركها فريق يوسف برشيد. فريق اللي عنده إمكانياته محترمة عنده نجومه عنده مسيري عنده مدربي عنده إمكانيات باش أنه يقدم نفسه في أي لحظة. هذه هي البداية ولكن في انتظار ما ستشود به مباراة اليوم ولقاء اليوم بين الطرفين بين الفريقين. كرة ملعوبة الجهة اليسرى في اتجاه نوفل الزروني ولكن الأقرب وجاد اللي دخل شباكه اليوم الإصابة والهدف رقم 4 في الدوري الاحترافي الهدف الرابع لحد الساعة في شباك فريق يوسفية برشيد. نشوف هذه الكرة ونشوف هذه الانطلاقة الفتح الرباطي اللي كان يحاول أن يسجل هدفه الثامن ليعادل عدد الأهداف التي دخلت في شباكه وبالفعل يتمكن من خلال اللاعب سعد أيت الخرصة الذي وضع الكرة في الشباك والهدف الماضي يعادل عدد الأهداف التي دخلت في شباك فريق الفتح الرباطي هذا الموسم بعد إجراء تقريبا 6 مباريات وهذه المباراة رقم 7. ضربة مرمى همسيف يسعد ينفذ هذه الكرة منعوبة على مستوى خط الوسط بناء العملية الهجومية من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي لكن مقطوعة هنالك تغطية هنالك العودة من جديد من جانب عناصر فريق يوسفية برشيد. بوجد يلعب كورتو مع موراكاواش التحضير على مستوى خط الوسط لمست أشرف الإدريسي وفي آخر مطاف تضيع تعود مرة ثانية لتكون من جانب عناصر فريق يوسفية برشيد. الحكم يتدخل ويقول هنالك مخالفة تأتي في هذه اللحظات. الانتظار والترقب والمتابعة والمواكبة في انتظار أن تحسب الأمور. همسيف يلعب كرة أمامية في خط الوسط اختيار دائما الجهة اليسرى كمنطقة خاصة ببناء العمليات الهجومية من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي الجهة اليمنى لفريق يوسفية برشيد وفي آخر المطاف غيروا الزاوية وغيروا الموضع ولعبوا كرة من الجهة اليمنى وقدمت الجديد كرة من جديد منعوبة الجهة اليسرى جاريسي ينزل كورتو الجاريسي تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء سالتو ضعت له تمشي مباشرة لمن لرضا الجعدي ينزل كرة رضا الجعدي يقوم بالتمرير في اتجاه نوفل الزرهوني داخل منطقة الجزاء نوفل نعت له أمام التغطية الدفاعية والإنقاذ في آخر المطاف براسية من باتريك كونريكادو لكن سرعان ما يعود الباسل المادي يعود ليستلم الكرة إلى جاريسي لسعد أيت الخرصة يرجع الكرة مباشرة لمسيف مسيف ينطلق في بناء العملية الهجومية على مستوى خط الوسط. نتابع هنا الإصرار في بناء العمليات الهجومية من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي. الانطلاقة من جانب الجعدي يغير تماما في اتجاه مسيف ينزل كورتو ما كاينش صنع 1-0 نوعا ما ستحرك المباراة لأنه سيناريو يجعل الإيقاع يكون متحركا بين الطرفين كما سنتابع فيما تبقى من دقائق الشوط الأول 11 دقيقة انتهت نلعب دقيقة 12 جاريسي يرجع الكرة مباشرة لسعد أيت الخرصة مسجل الهدف الوحيد لحد الساعة في المقابلة. انطلاقة هجومية التعامل مع الكرات على مستوى خط الوسط وبناء العمليات الهجومية الآن
نشاهد هنا محاولة ممتازة من أنيس سالتو، يختار كرة الجهة اليمنى ولكن مباشرة إلى خارج رقعة الميدان. إذا 1-0 سعد أيت الخرصة يسجل الهدف الأول. سعد أيت الخرصة 29 سنة، الاسم السابق في حضرة المحيط أولمبيك سفير الفريق المصفيوي المنتشي بثلاثية على حساب فريق المغرب التطواني، وأضاع حمزة خابة من نقطة الجزاء فرصة الهدف. تابعونا كرة من جديد ملعوبة على مستوى خط الوسط، بناء العملية الهجومية من جانب عناصر فريق يوسفية برشيد. تحضير عادي، إمكانية للانطلاق الآن، هدف مهم جدا. ممتازة تعود من جديد، تستمر داخل منطقة الجزاء فرصة الهدف. يوسف يتبرشيد يندفع يبحث عن تسجيل هدف، هدف تعادل. الكرة جانبية من يوسف شيلو في آخر مطاف صوب التماس. نعم الاندفاع الهجومي والبحث من أجل الوصول للمرمى السيد غرادة دور مهم جدا على مستوى الخط الأمامي. كرة في التماس، يوسف شينا يلعب كرة مع غرادا، شينا يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة تعود مرة ثانية للجهة اليسرى، ينزل داخل منطقة الجزاء والحكم يقول هنالك تسلل والكرة لعناصر فريق الفتح الرباطي. كانت عملية هجومية منسقة جيدة، تمريرة جانبية ودخول داخل منطقة الجزاء، ثم بعد ذلك التمريرة مشات سريعة لو انها وجدت من يغير اتجاهها لكانت في الشباك، مرت برد وسلام على دفاع فريق الفتح الرباطي، ولكن بحسرة كبيرة على عناصر فريق اليوسفية يوسفية برشيد، وأيضا هذا المدرب عبد الرحيم نجار اللي كان يود أن يسجل هدف التعادل في هذا الوقت بالذات من عمر المواجهة، يخلي له الطريقة تدبير اللقاء بشكل أفضل، يكون تدبير اللقاء معقلا وهادئ تماما. الآن مضغوط، الآن عليه ضغط، ضغط النتيجة وضغط العودة في المباراة بأسرع وقت ممكن باش يخلي اللاعبين انهم يرجعوا لطريقه التعامل مع اللقاء بشكل مميز. مسيف اعتقد التدخل الاخير في التمريره الجانبيه، فهذه نشوفوا هنا التدخل ديالو الاخير يعني كانت فيه، لا هذه طريقه التعامل مع الهدف اللي جاء من خلال الزاويه، وبعد ذلك الباس الممتاز ممتاز تهيئ الكره ثم انهاء هذه المحاوله من خلال راسيه سعد ايت الخرصه. سعد ايت الخرصه اعتمد على الذكاء وعلى ايضا على التركيز، ما تسرعش نهائيا. كريم بن عريف دوره مهم جدا اللي شفناه في اللقطه الماضيه، كان نشيط في الجهه اليسرى. اذا ستنفذ هذه الكره من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي، ملعوبه على مستوى خط الوسط، بناء العمليه الهجوميه في اتجاه انيس سالتو ولكن لم يتمكن من الكره. اللواني لينزل مره ثانيه، هجمه مرتده ولكن الجليسي عنده الكره، يرجع مباشره للحارس محمد مسيف، ينطلق بهذه الكره في الجهه اليمنى، بناء العملية الهجومية بهدوء. هو يوسف ليموري يختار كرة في اتجاه انيس سالتو، طويل القامة انيس سالتو، ساعده بشكل كبير للحصول على الراسيات. مغامرة ولكن هذا عتيق شهاب، ونشوف هنا اخطاء على مستوى التغطية الدفاعية، عبد الخالق ايتو رحبي كان بامكانه يقدم هدية مجانية تماما للاعب انيس سالتو. أمور تقع على مستوى الخط الدفاعي من جانب عناصر فريق يوسف برشيد، نوعا ما تخلينا نشوفه أنه سيتحمل عبء المباراة بشكل كبير صراحة. إذن شوفوا هنا المحاولة من جديد على مستوى خط الوسط، نوفل السرهوني يحاول يمر، الحكم يعلن على مخالفة. الأداء والانطلاقة الهجومية من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي تكتسي طبع القوة وطبع الخطورة
ولحد الساعة مازال ما شفناش ردة الفعل ليوسف يزبرشي بشكل كبير من غير التمرير اللي شنها اللي كان بإمكان أنها تقدم جديد بخروج ديال أمسيف، ولكن ما تمكنش من الوصول إليها. هنالك أعتقد خطأ، ولكن الحكم يقول ما كانش هناك أي شيء. يستأنف اللاعب كرة أمامية اتجاه نيسالتو، يحاول يوصل لكورتو، ممتاز المرور ولكن في آخر مطاف هنالك خطأ يقول الحكم. نذكر بأنه سبق للطرفين معنا نلتقيا في الموسم الماضي حقق ثلاثة أهداف في مجموع مباراتين، مباراة الذهاب تعادل 1-1 لعبت على أرضية الملعب البلدي لمدينة برشيد، ومباراة الإياب هي آخر مباراة يعني جمعت الطرفان هنا على أرضية هذا الملعب ملعب مولاي الحسن، وانتهت بهدف واحد مقابل شيء. إمضاء نوفل الزرهوني، ولولو سلتو يا سلتو يانيس يا سلتو يانيس، ينزل كرة بالصدر ويهيئها بشكل مناسب، والتصويبة لم تكن بالشكل اللي كان يتمنى ان يسالته. شوف هنا الانزال وهنا التصويب، يعني حتى اللاعبين في الدفاع خلوا له الفرصه انه ياخذ راحته. شوف وحيد تماما تقريبا، صحيح انه كان تغطيه في اخر مطاف، ولكن لو انه قام بتصويبه محكمه كان بامكانها ان تكون في الشباك. كره ميكادو تعود مره ثانيه لتكون لعناصر فريق يوسف برشيد بن جل يمنى في اتجاه لاعب شينا، لكن مقطوعه. الحكم المساعد يتدخل ويقول ان هنالك خطا واضح، وجب ان تكون هنالك صافره. اشرف الادريسي ساقط على ارضيه الميدان، يفكرنا ويذكرنا اشرف الادريسي محمد الادريسي ايضا، وجوج ديال الاسماء اللي مروا في التشكيله والتركيبه ديال فريق شباب الريف الحسيمي. شباب الريف الحسيمي الفريق الذي صراحه نكن له احتراما ونكن له تقديرا كبيرا على ما قدمه في سنوات ثلاث. نعم اليوم حينما نتحدث عن شباب الريف الحسيمي نتحصر بشكل كبير على واقع هذا الفريق وعلى الآل والمآل لهذا الفريق، لكن بإمكانه أن يعود، بإمكانه أن يعود، وتذكروا جيدا هذا الفريق بإمكانه أن يعود وأن يشابه كل الفرق وأن يكون حاضرا في قسم الأضواء. عتيق شهاب الآن يحمل فيها ماله، محاولة لرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. عتيق شهاب نعم يرفع كرة داخل منطقة الجزاء راسية، ولكن هنالك رأي مرفوع من الحكم مساعد. هدف صحيح أنه جيد، هدف بطريقة جيدة، ولكن رأي مرفوع من جانب الحكم المساعد. وكنت نشوف هنا القرار، القرار نشوف هنا كم من لاعب في اللقطة الماضية، مجموعة من اللاعبين مسيرة التسلل ضبطها بشكل ممتاز دفاع فريق الفتح الرباطي. إذن يستأنف اللاعب وتنفذ هذه الكرة على مستوى خط الوسط. هاني سالتو يرجع الكرة مباشرة لأيتو رحبي، هنالك مخالفة، تدخل يحق اللاعب أشرف الإدريسي، سقط على أرضية الميدان. انه ما تكونش شيء صعب مثلا بالفعل. سيستأنف المنافسه وعتيق شهاب الان يسعد لتنفيذ هذه الكره. كره ملعوبه بشكل ممتاز داخل منطقه الجزاء، كره ممتازه ويتمكن الحارس مسيف في اخر مطاف من انقاذ كادو، كان بامكانه ان يضعها في الشباك. شوف طريقه، شوف بناء العمليه الهجوميه في غياب التسلل في هذه اللقطه تماما بلمسه سهله، كان بامكانه ان يضعها في الشباك. نشوفوها سهله ولكن هو يشوفها صعبه لانه قام باللي عليه، حاول ما يمكن انه يوصل للكره ولكن ما تمكنش في اخر مطاف، وبالتالي تضيع مباشره الى خارج رقعه الميدان. إذن لحد الساعه نعيش على ايقاع نتيجه هدف واحد مقابل شيء. نذكر بان كادو كان بامكانه ان يضع الكره في الشباك. الاوغندي هو من اوغندا، 25 سنه سبق له لعب في كيمبالا سيتي في اوغندا قبل ان يعرج ليكتشف الدوري الاحترافي انوي من بوابه نهضه بركان، ثم بعد ذلك كانت عنده تجربه في الاسماعيلي المصري، رجع لنهضه بركان ووقع الآن في كشوفات فريق يوسفية برشيد.
نظرة هنا ومتابعة هناك ومعطيات ومعلومات، لكن في انتظار أن تتضح الكواليس كاملة والأسرار كاملة لهذه المباراة. هذه المباراة التي عرفت تسجيل هدف وحيد لحد الساعة بإمضاء لاعب اسمه سعد أيت الخرصة. كانت هناك محاولة هجومية بجانب عناصر فريق يوسفية برشيد للعودة في اللقاء، لكن راية الحكم المساعد أعلنت عن إجهاض العملية الهجومية الماضية، وبالتالي تظل النتيجة على حال هدف واحد مقابل لا شيء. بكل روح رياضية عناصر فريق يوسف برشيد رجع الكرة للاعبين فريق الفتح الرباطي بضغط الحارس محمد مسيف. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط أمامية وضاربة عناصر فريق الفتح الرباطي في الخط الأمامي. كادو حاول يمر في آخر مطاف، ما يقول الحكم كرة لعناصر فريق الفتح الرباطي. لا تغييرات لا إنذارات، 1-0 إمضاء سعد أيت الخرصة. من يلتحق بنا في هذه اللحظات؟ مباراة الجولة رقم 7 المركب الرياضي ملعب الأمير مولاي الحسن. كرة ممتازة إمكانية المرور، ولكن في آخر مطاف الحكم بدخل والتماس لعناصر فريق يوسف برشيد. هدوء الآن، كرة أمامية في اتجاه كادو وعزيز النخلي. نعم، في آخر المطاف مباشرة إلى خارج رقعة الميدان. عزيز النخلي ما قلناه على نيسارته سنقوله على عزيز النخلي، لاعب إمكانياته الكبيرة ولاعب من الجهة اليسرى من جانب عناصر فريق يوسف برشيد بإمكانه أن يستثمر هذه طول القامة في تحويل الكرة العرضية الجانبية صوب المرمى مباشرة. كرة أمامية ويتدخل اللاعب منير مقنية. منير مقنية هو اللي غينفذ تماس الصورة الآن. تحضير إذن ضربة خطأ لعناصر فريق يوسفية برشيد. بناء العملية الهجومية الآن على مستوى الخط الأمامي ومباشرة إلى خارج نقطة الميدان. حوار الدقائق الآن من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي اللي غادي يحاولوا ما أمكن أنهم يلعبوا في نفس الوقت، يخليوا الانتصار ديالهم مستمر إلى غاية نهاية 45 دقيقة في الشوط الأول. هدف صحيح أنه عنده وزنه، ولكن ما تبقى من الوقت في هذه المباراة بإمكان أن تتغير نتيجة في أي لحظة. كرة مباشرة صوب الحارس. تحضير الآن على مستوى بناء العملية الهجومية. عبد الخالق أيتو رحبي، تحضير جرادا سعيد جرادا يرجع الكرة للاعب أشرف حميدو. أمامية بعيدة تماما على منير مقنية ومباشرة في اتجاه تماس. تماس يأتي في هذه اللحظات 25 دقيقة تقريبا. النتيجة 1-0 فتح رباطي متقدم على حساب فريق يوسف برشيد. هادئة المواجهة بشكل كبير خاصة في هذه اللحظات. نذكر مشاركة المنتخب الوطني المغربي للشبان أقل من 20 سنة بالأراضي الموريتانية. 4 نقاط لحد الساعة، انتصار في المواجهة الأولى وتعادل أمام غانا. منتخب غانا منتخب قوي صراحة، ولكن حسينا أن العناصر الوطنية عندهم إمكانيات كبيرة جدا للذهاب بعيدا في هذه المنافسة، وبالتالي نتمنى كامل التوفيق لأبناء المدرب عبوب زكريا عبوب أنهم يمشوا بشكل أفضل وأحسن على مستوى المشوار الأفريقي في كان شوبان. كرة جانبية، محاولة إمكانية من جرادا، يحاول يمار الجهة اليمنى الوصول للكرة. نعم، يتم الوصول للكرة في هذه اللحظات من خلال أشرف إدريسي. إدريسي يحاول يمار أمام مجموعة من اللاعبين، يرجع للخلف والتأمين عن طريق أشرف حميدو. يغير الجهة اليسرى لمنير مقنية. مقنية يرفع كرة جانبية، كرة ممتازة ومسيف رائع على مستوى قراءة
الكرة الجانبية والتعامل معها بشكل جيد. ولكن عتيق شهاب أيضا تعامل معها بصورة رائعة جدا عن مستوى الإنزال بالصدر. كرة من يوسف شنا لكادو، كادو ضاعت له. سعد أيت الخرصة ينطلق بناء العملية الهجومية الآن من سعد أيت الخرصة، يحاول ما أمكن أنه يحافظ على كورته وما يتسرعش، لأنه عنده تفكير في مسألة التسلل وفي طريقة التعامل أيضا والحفاظ مع الكرة. جوج ديال الأمور في باله في اللقطة الماضية، وبالتالي ضاعت له في آخر مطاف. كرة من جديد أمامية، جريسي يترك الكرة تغادر مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب، وضربة مرمى لصالح عناصر فريق الفتح الرباطي. مصطفى الخلفي يعطي تانيماته، عنده ترسانة بين اللاعبين على مستوى خط الاحتياط، يعني في قائمته مهدي بن عبيد، رضا هجوج، سيري كوجو، مراد بحسين، أسامة الجرح، يوسف بالعماري، سفيان سعدان، زكريا أزود، وجوزيف كومبوس. هذه الأسماء اللي بإمكانه أنه يعتمد على أي منها في أي لحظة من لحظات الشوط الثاني أو في المباراة على العموم. كرة مباشرة في اتجاه تماس، رجعت من جديد من جانب الليموري، إيقاع متحرك، تكون فرجة، تكون إثارة، حتى المشاهد ما يملش على مستوى مشاهدة مباريات الدوري الاحترافي أينوي. لكن الفتح الآن 1-0، ويحاول من خلال بعض الكرات بين الفين الأخرى فريق يوسف برشيد مفروض أيضا أن ينطلق بحثا على أو بحثا لتسجيل هدف التعادل. هل بإمكانه ذلك؟ كرة في تباس ينفذ سعيد جرادا، جرادا يختار كرة أمامية في اتجاه كادو، كادو من نخلي مقنية بعيد عليه الكرة في آخر مطاف للتماس. كرة في خط الوسط الآن، سارتو ينزل بالصدر، ممتاز ممتاز، يحاول يمر، خطأ يقول الحكم. شوف هنا الطريقة على مستوى المراوغة وعلى مستوى المرور، لكن ماتش مطلوب. هاني سالتو كرة ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي، ممتازة، شينا، يوسف شينا، كادو يحاول يمر لموري، أمامية، كريم بن عريف ممتاز في خط الوسط، يغير تماما الجهة اليمنى، يشارك في العملية الهجومية أنس باش، باش الجهة اليسرى سعد أيت الخرصة، جريسي، شوف هنا المحاولة ممتازة هذه، كادو، يوسف شينا، تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء، هنالك راسية، رجعت مرة ثانية من جنب رضا جادي، بن عتيق، شهاب عتيق، غيرت الكرة مرة أخرى جهة اليسرى مقنية، يغير بدوره صوب مراد كعواش، ومباشرة حارس بوجد. الأداء كيبقى منحصر على مستوى خط الوسط في غياب الفعالية الهجومية، يعني المفروض الآن أنه تكون هنالك فعالية على مستوى الخطوط الأمامية، لا من جانب فريق يوسف برشيد ولا من جانب فريق الفتح الرباطي. والصف الخلفي بين الفين الأخرى يشاهد ويترقب كم مرة من زمن عمر هذه المواجهة. كرة أمامية
مباشرة. غادرات الخطر جانب الملعب جاريسي يساعد للتعامل مع هذه الكره. بالفعل كره ملعوبه في اتجاه سالتو، سالتو يحاول ينزل الكره ديالو، ولكن في اخر المطاف الحكم يقول ما كاينش هناك اي خطا. تستانف المواجهه وتستانف العمليه الهجوميه. نتابع هنا الانطلاقه على مستوى خط الوسط الباحث من اجل المرور. يوسف شينا، يوسف شينا لكادو، كادو يرجع الكره للخلف. اي ترحبي، اي ترحبي، مرور كان بامكان ان يكون جيدا، ولكن في اخر المطاف ضغط له نوفل الزرهوري ينطلق من جهه اليسرى سريعه جدا. هذه العمليه الهجوميه الفاتحه لبطيء رفع الكره داخل منطقه الجزاء، لمست يد الحكم لم ينتبه، يقول ما فيهاش شيء. تستمر عتيق يمرر في اتجاه من، في اتجاه ساعه كرادا. كره ملعوبه في خط الوسط، الانطلاقه الهجوميه من جانب الادريسي، ممتاز الادريسي، ينطلق الادريسي يحاول يمر، الادريسي ضغط له رجعات لمقنيه، مقنيه في خط الوسط من جديد لكرادا، كرادا يرجع الكره لجهه اليسرى مع اشراك اشرف حميدو. كره من جديد لعناصر فريق يوسف برشيد، ولاد حريص قادرين انهم يرجعوا في المباراه في اي لحظه، عندهم امكانيات جيده. يضغطون الان على معترك فريق الفتح الرباطي، ونشوف هنا نبيل العمليه الهجوميه ممتازه، ممتازه. كرادا، كرادا يختار الجهه اليمنى، شينا، شينا عنده جاليسي، يرجع الكره شينا، ولكن ضاعت له هجمه مرتده مضاد البسل، البسل لسالتو، ماذا يختار؟ يختار كره اماميه، محاوله، هذا من هذا رضا الجعدي، نعم رضا الجعدي رقم 7، اللاعب السريع من جهه اليسرى اللي كانت عنده تجربه في رومانيا، واللي يكتشف الدوري الاحترافي من بوابه فريق الفتح الرباطي. كره في اتجاه سالتو، ينزل الكره، ولكن تلعبات بشكل كبير نحو الامام، وضعت له العمليه الهجوميه الماضيه، تعود لمقنيه، يختار كره ممتازه في اتجاه كادو، ينطلق من جهه اليسرى لوغاندي، يبدو انه قد اصيب، يبدو انه شد عضلي في اللقطه الاخيره، وبالتالي اخراج الكره للتماس لفسح المجال لإسعاف هذا اللاعب. الشوط الأول مرت تقريبا 33 دقيقة، نعم سنعرج إلى الدقيقة 34 بعد لحظات، ونحن نشاهد هذه الطريقة على مستوى المرور. هنا 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 نوفل الزرهوني أب في هذه اللقطة، هذه ربما الحكم ما انتبهش للمسة يد، ولكن عملية هجومية سريعة، شد هذا اللي اعتقد نادي باسل بروح رياضيه عاليه جدا، وما يميز هذه المباراه بشكل كبير هي الروح الرياضيه العاليه. 34 دقيقه والنتيجه ستظل على حالها، هدف واحد مقابل شيء، هدف ساعدت الخرصه فيما النظره لذكه الاحتياط والاسماء اللي بامكانها في اي لحظه انها تدخل لرقعه الميدان. شوفوا هنا الشد العضلي، لقطه اللي جات من خلالها كره الشد العضلي لوحده كادو، قسم الاحترافي الوطني الثاني، تذكير بالنتائج والتذكير ايضا ب المراكز. اولمبيك الجيرة في مركز الاول 18 نقطة، يجي الشباب الرياضي السلمي، اولمبيك خريبكا جمع سلا في المركز الثاني منصفة ب 17 نقطة. سالتو ينزل الكرة، نوفل الزرهوني، كرة ملعوبة الجهة اليمنى، انس باش تحضير الرتبة الخامسة شباب أطلس خنيفرة والنادي القنيطري 15 نقطة، فيما استاد المغربي الرتبة السابعة نضاف إلى الاتحاد الرياضي التركي لدى نادي شباب بنغرير. آخر الفرق الاتحاد البيضاوي في الرتبة الأخيرة بست نقاط، وبداية تمارا بسبع نقاط في الرتبة الخامسة عشر. الاتحاد البيضاوي 10 مباريات ولا انتصار، 6 تعادلات، 4 هزائم، يبحث لتحقيق انتصار فيما تبقى من تفاصيل منافسات القسم الوطني الثاني الاحترافي. ينوي إشارة سألتقيكم غدا في مواجهة الطاس الاتحاد البيضاوي، وإن كان صراع قوي على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس مدينة الدار البيضاء، المنافسة الإفريقية كأس الاتحاد الإفريقي. كامل التوفيق للاتحاد البيضاوي، مشوار إفريقي لا يعكس إطلاقا ما يحدث على مستوى القسم الوطني الثاني، ولكن بإمكانه أن يعود الاتحاد البيضاوي في أي لحظة.
كرة ملعوبة مرة ثانية على مستوى خط الوسط بناء العملية الهجومية. اعتماد على الكرة المطولة للأمام وحيث يتواجد أنيس سالتو، عنده إمكانيات جيدة أنيس سالتو على مستوى الخطوط الأمامية. كرة وتغيير الجهة اليسرى بناء العملية الهجومية الآن. كرة ممتازة، تحضير هاي ترحبي تمريرة ولكن بعيدة بعيدة تماما، لم تقدم من جديد مباشرة عند الحارس. مشوار المباراة ككل لازال مستمر، شوفونا على يعني تنفيذ ضربة مرمى. كرة ملعوبة مرة ثانية، تحضير بناء العملية الهجومية. ليموري، زرعوني، جعيدي، كرة يعني في مترابطات صغيرة بين عناصر فريق الفتح الرباطي، يمكن نقول بأنها كتخدم مصلحتهم مادام أنهم متقدمين في النتيجة بواحد الصفر، لكن فريق يوسف برشيد مطالب باش أنه يندفع بعض الشيء نحو الخط الأمامي وإيجاد حلول، لأنه النتيجة ليست في صالحه، وبالتالي يجب أن يدبر المرحلة بطريقة جيدة. كرة في خط الوسط الآن، كرة أمامية ممتازة في تيشان السالتو، ولكن هنالك عتيق شهاب يحاول يرفع الكرة مباشرة للتماس، تماس يأتي في هذه اللحظات. فرصة الآن على مستوى بناء العملية الهجومية، تحضير على مستوى خط الأمامي. هذه انطلاقة يعني كتضيع من سعد الخرصة، مشي لكرادا، كرادا كرة ممتازة، إنقاذ الموقف من جانب الدفاع، رجعت مرة أخرى. عملية هجومية من الإدريسي، إدريسي كرادا، كرادا، كرادا ما يتسرعش، وضعت له في آخر مطاف، الحكم كيقول هنالك مخالفة. الكرة الثابتة في الوقت اللي غادي يكون هنالك اعتقد تغيير في هذه اللحظات، تغيير في صفوف فريق يوسفية برشيد، يستعد للدخول سعد العفير. كنشوفوا هنا الإعادة ديال اللقطة الهجومية في الوقت اللي كيجي تغيير في هذه اللحظات. سعد العفير إذن يدخل لرقعة الميدان. هذا تغيير آخر، هذا تغيير آخر، حمزة الحسيني كيساعد باش أنه يدخل لرقعة الميدان، ولكن ما كان من إذن مكان لاعب رقم 6 أشرف إدريسي. أشرف إدريسي غادي يغادر رقعة الميدان، عنصر متحرك، ربما المدرب نجار كدار له على أن أشرف إدريسي ما عطاش المطلوب منه، أو أنه يحس بعياء أو ألم، لذلك إدريسي غادي يغادر رقعة الميدان. هذا هو التغيير اللي كيجي في هذه اللحظات، حمزة الحسيني يدخل لرقعة الميدان.
التركيز تنفيذ هذه الكرة. شياب عتيق شياب يسدد نظرة على اللاعبين على مستوى رقعة الميدان. إذن تغيير أول أعتقد أنه هو سعد العوفير فدخل مكان باتريك أونري كادو لاعب رقم 29 اللي كان عنده شد عضلي كيبقى وحده النخلي على مستوى الخط الأمامي الآن. كرة ملعوبة من جانب عناصر فريق فتح رباطي. حاول من جديد من جانب عناصر فريق يوسف ياس برشيد. هنا الانطلاقة الهجومية حاولة المرور مقطوعة مرة ثانية. نخلي بهدوء بناء العملية الهجومية. شينا ايتو رحبي ايتو رحبي ما كيتصرعش. تقريبا ثلاثة ديال الدقائق متبقية على نهاية الوقت القانوني الجولة الأولى من عمر هذه المباراة. كرة أمامية في اتجاه سعيد قرادة. تعود مرة أخرى أمامية تحضير داخل منطقة الجزاء. فرصة 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 يوسف شينا في غياب التسلل. كرة جميلة الحارس الحارس في المكان المناسب. نشوف هنا العملية الهجومية والدخول داخل منطقة الجزاء تصويبة ولكن الحارس مسيف تمكن من إيقاف الكرة الماضية. رجعت مرة أخرى هذه الكرة على مستوى الخط الأمامي. مرة ثانية محاولة في الخط الأمامي ممتازة هذه سعيد قرادة. ملعوبة في الخط الأمامي سرعوني ضغط الكرة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. تتبقى النتيجة على حال هدف واحد مقابل لا شيء. إمضاء سعدية الخرصة والشوط الأول يسير ينتهي ويخدم مصلحة فريق الفتح الرباطي. كرة من جديد محاولة بناء العملية الهجومية من جانب عناصر فريق يوسف ياس برشيد. هنا الانطلاقة الهجومية للوافد اللي دخل في الدقائق الماضية سعيد العوفير لاعب بإمكانية جيدة وتعامل جيد. مرة ثانية محاولة ممتازة تغطية تعود من جديد لأن سلتو على مستوى الخط الهجومي. هي يلعب هذه الكرة الدولي الليبي ممتاز ممتاز الدخول والاختراق داخل منطقة الجزاء ولكن هنالك تغطية. عتيق شهاب ممتاز يقوم بمهام دفاعية رائعة جدا. كرة مباشرة في اتجاه تماس يأتي في هذه اللحظات تماس يأتي في هذه اللحظات. الحكم يضيف جوج دقائق على نهاية الوقت القانوني لتفاصيل الجولة الأولى الجولة التي تميزت بهدف وحيد من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي في الوقت اللي فريق يوسف برشيد حاول ما أمكن أنه يرجع في المقابلة ولكن ما كانش محدود صعوبة على مستوى بناء العملية الهجومية. مجموعة من الكرات على مستوى الخطوط الأمامية الأمر اللي كيخلي أي
يعني استثمار الكرات يكونش بالشكل المطلوب كيف ما تابعنا الأمور لمحاولة مباشرة في اتجاه التماس. إذا نلعب آخر دقيقة من الوقت بدل ضائع. يوسف الدومي طبيب فريق فتح رباطي في حوار مع نيسالتو اللقطة الماضية. كرة مرة أخرى تعود سندات الخرصة بناء العملية الهجومية. ممتاز هادي تحضير رجعت مرة ثانية لمستوى خط الوسط. آخر مطاف كيعلن الحكم على نهاية تفاصيل الشوط الأول من عمر هذه المواجهة. سليمان العاطفي على الصورة ونتيجة المسجلة هدف واحد مقابل لا شيء من توقيع سعد أيت الخرصة. مشاهدي الكرام شكرا لكم على حسن المعاينة ومتابعة، نلقاكم مع بداية الشوط الثاني من عمر هذه المنافسة، إلى اللقاء.